الوضع صعب ومنه مرة سنتين، بكل سنتين بيجينا حرب ومنقدرش نتحمل، وكل بموت من عنا ناس. وهذا بيجينا حصار وبتسكر البحر وبتسكر البحر وبتسكر الأنفاق، ومنقدرش نجيب مصاري، منقدرش نعمل. أنا تركت المدرسة عشان أساعد أهلي. أنا بروح على الزبالات بلم بلاستيك وهذا، ومنه إذا ما فيش بلاستيك بروح على الردم بلم ردم، بروح ببيعهم للكسارات، ومن الردم بنساعد أهلي وبدي أهل مصر. وبالشوب ما بقدرش اتحمل عشان صغير، بلقط لها كم من حجر وكم من بلاستيك ببيعهم، اخر النهار بدوني 5 شيك. نشتغل لقينا قذيفة، لقينا اشي تحت الحجار، نقعد نطلع تقصف فينا اشي، يصير فينا اشي برضو خوف. بعد الحرب في امان وبنقدر نشتغل على مرة لقيت ميكروفون طلع اشي منيح، ويعني طلع هيك اشي غريب، لقيناه في قلب الزبالة، بعتها ب50 شيكل عن 10 أيام من شغل، واستفدت فيها وديتها لأهلي، اديت ال50 لأهلي واستفدت منها منيح شي كتير. نشتغل في مصنع مرطبات. يوم من الأيام كنا في المصنع، الناس قاعد يزعق علينا نطلع دغري، طلعنا ونقاسي في المصنع دغري. كنا خايف وزعلان عشان المصنع اللي كنا ساكنين فيه انقسم دغري. ما تطلع حاجة من حاجاتي، ما قدرت اطلع ولا ابني كتير وقدين معاه مشاوية، عمره 22 سنة. شفته وقع عم بضرب بالطوب. في برنامج يا انت نصيب واحدة واحدة، كان وزع برات في سيارة مخبطوه.
وشفت بنادم شفته مكسوف ومقطع أكبر قطعة يكفي. بشوف أحلام مزعجة بعرفش أنام. بشوف عمه وأخوه أبويا اسمه جعفر خضير وشغلته مزارع بزرع خيار وبندورة وفلفل وبزرع نخية. الأرض عند الحدود على كيلو ونص متر. لما بدخلوا بقتلوا وبدمروا كل شيء. هي الجمل حتى انت شفت انه الجمل ميت والخرفان وكل شيء بدمروا. المزرعة تبعتنا 30 دلو. جرف طردنا من 2001 حتى 2014 11 مرة. جرفوا أرضنا من غير سبب. إحنا مزارعين مسالمين، فش عنا مسكن نسكن وفش مية نشرب، فش عنا مصاري عاد نعمل الأرض. إحنا محظوظين المرة هذه ما ماتش حدا منا، بس المرة هذيك ماتوا ناس كتير ومات جارنا. احنا بنزرع خضرة، بنزرعش متفجرات عشان اليهود تيجي تفجرنا. لما قالوا في هدنا قعدنا في بيتنا قاعدين يدبوا جزائف، عاد احنا كلنا بدنا نشرد. عند عمر بن العاص ضربوا
الجزيفة، هذه الجزيفة طيرت علينا وأنا اتصومت في بطن كل أمعاء كلهم طلعوا. كنت صحية حالي، كنت مغيبة يما عملوا العملية وخلصوا وطلعت منها كمان يومين عاد أنا صحيت. أنا لما طلعت من العملية الدكتور قال لي أنت كنت وقف القلب عندك مرتين. المستشفى من 1/8 ل17 يوم. سنة أحمد الله اللي في ناس استشهدوا وفي ناس أخطأ مني. ولا دبابة ولا إشي، أنا طفلة مش مجاهدة، ليش هما بيعملوا فينا؟ أنا أبوي كان طيب وكان شغلته إنقاذ أرواح الناس، وأنا مش فاهم ليش قتلوا. إحنا منقلق عشان ببعد عنا يعني، أما منقلقش لأنه إسعاف في حياة، يعني في كل حياتنا ما سمعناش ولا توقعنا إنه إسعاف ينضرب في شكلها. كان دوامه زي أول وكمان أكثر، لأنه كان في حالات كانت يعني الحرب هذه يعني كل دقيقة كنا نسمع صوت القصف، فهم كانوا يطلبوه عشان يجي ينقل الحالات هذه. أبوي استشهد في 1/8 في والدي كان رايح يسعف شخص كان مقصوف، فراح وفي الوقت اللي راح فيه خبطوا قصفوا عيلة من 7 أنفار، وحمل العيلتين النفر والعيلة، فقصفوا السيارة صاروخين زنانة لدرجة إنه الأشخاص اللي كان فيها الـ12 كلهم
استشهدوا وسيارة الإسعاف انحرقت كلها وما يعني. موضوع الدفن وإنه إحنا نشوفه فما فيش إشي فيه انشاف، يعني الثلاثة واللي كانوا في الإسعاف ما قدروش يميزوه من بعض عشان إحنا نروح نشوف تحت الخوف طالعين، ويعني في لحظات كان الدفن. أعتقد إنه أبوي بطل وبطل الأبطال، لأنه رايح ينقذ أرواح ناس، يعني بده يقلل من نسبة الأموات. وجودنا يعني كدف في المدرسة، مدرسة أبو حسين انقصفت. احنا فجأة احنا بنسمع قذيفة، اول قذيفة خبطوها في الحمام، بعدين خبطوا كمان قذيفة، القذيفة الثانية يعني استشهدوا نصهم، قاعدوا الناس يصوتوا ويزعقوا، احنا قمنا نجري. احنا سمعنا اللي هو اخر قذيفة خبطوها في ابن خالي واخويا بالنص، خبطوها لابن خالي واخويا استشهد الله يرحمهم. احنا في الوكالة قاعدين، يعني احنا مبسوطين، يعني احنا بقينا مفتبرين احنا ما جينا نعملها ست وكالة عشان هم رافعين علم شو اسمه أمم المتحدة، يعني احنا انبسطنا، احنا قلنا الحمد لله احنا لقينا مكان امن نضلنا قاعدين فيه، مش يعني اللي يقصفوه، يعني احنا صدمنا لما قصفوه يعني مكان الوكالة. احنا بطلنا الامن في الوكالة في الامم المتحدة، يعني اللي مقصف في المكان مو بس الوكالة. زعقتها لما الوكالة، مدرسة الوكالة هنا اللي قصفوها، عندنا 22 شهيد، ومن شو اسمه الجرحى 80 شو اسمه جريح.
كنا أهم في الشارع 8 أنفار. رحنا نلعب. رمى صاروخ، شفنا الدخنة واستعدنا نجري. أولاد الصغار يعانس! أولاد الصغار! يلا الله يرحمه. إيديا دول إجريا كانوا مربطين بالدم. أنا كل اتناسس ابن أخويا وابن أخويا وأخويا وابن عمتي. كنت اتناسستهم من إيديهم. قلت لهم اجروا اجروا سيبوني سيبوني أنا بعرف أجري. رموا الصاروخ. استشهدوا هم وأنا بحق الصاروخ. أربع أولاد هم أربع ولا خمس أولاد. أربع أولاد في هناك كمان واحد بتصور. ها هذا ابن عم الصواب وعلى الصابط. صرت أجيني لقيت أجانب وكل بقول لي تعالوا تعالوا صرت أروح عنده. أول ما مسكت السلك في واحد عامل عندي مسكنا هيك نايم نار بلا عم القدس وقفوا لنا سيف في أجنب حمي زيك حتى في الصحاف رحت على المستشفى. استشهد اساميهم عهد عطاف بقر وزكريا عهد بقر ومحمد رمز بقر وسمعين محمد بقر. قعدت في المستشفى 7 أيام. هذه الشظية مقلبية شظايا يعرفني طلع يطلعها دكاترة خايفين يمكن السفر برا طلعها. ايدي مقطوع فيها وطار بقدرش احركها انا وضاري فيها شظايا وايدي ورجلي. احنا عشان نلعب فوتبول قتلونا 4 و4 يلا كيف احنا لما نصير شباب ايش عمل فينا؟ وشيماء ومحمد كنا قاعدين في الدار واللي هو اتخصف في الدار علينا. كانت شيماء تنادي وانا كنا تنادي عشان حدا يجي يسعفنا وجا المسعف علاء وهو سعف. كنت انا اطلب منه الميه مثلج وديني بعدين على الشفا. أنا اسمي آية أبو حامد. أنا عمري 6 سنين. لسان قد بالعمر بس هي خالتي. هما كانوا بالدار بيلعبوا بعدين قصفت عليهم الدار بعدين بسان خالتي صارت تحكي بدي ميه بدي ميه ميه تلج بدي بعدين اجى الاسعاف طلعوهم.
الطالب الأول، خالتي بيسان بعدين، خالي أدهم بعدين، ست بعدين سيد بعدين، بعدين جيماء بعدين دانا. بيسان الخزينة عشان أمها وأبوها استشهدوا. إحنا وبيسان بنقضي اليوم نلعب. أنا حابب أصير دكتورة. بيسان حابة تصير معلمة إنجليزي لما تكبر. لا بتحكيش معانا يسار، لما حدا يسألها بتعصب. بعد ما تجرفت بدنا نسهمدها ونجيب ونعمل فيها بير مية ونحط ونعمل حمامات ونعمل ونزرع فيها ونجيب برابيش. احنا خايفين نخش الارض عشان في صواريخ لسه مش مفجورة، وفي مفجورة وخايفين نخش يتفجر فينا. أنا نفسي أصير مهندس زراعة. أنا نفسي أعيش أروح على المدرسة فيش ولا فيش خوف، زي فش قنابل زي الناس التانية بضربوش دارنا. يصير هدوء وأعيش زي أطفال تاني، زي ما عايشين أطفال تاني. وضعنا مش عارفين كيف بدنا نخلص من هذا الوضع. والدي كان شغلته سائق اسعاف. والدي كان سائق اسعاف من 17 سنة. أنا والدي مسعف، وكان دائما يتعامل بتنسيق مع الصليب الأحمر ويروح ويجيب الجثث من عند الدبابات، وكان معروف لهم يعني كان هو اللي يجيب الجثث من عندهم. فأنا ما فيش إجابة للسؤال ليش انقصبت. يعني أنت اللي بتسألني ليش قصف سيارة الإسعاف، هو عمره في كل الحروب في سيارات إسعاف انقصفت.
أثر تأثير سلبي في مستقبلنا. فأخوي كان من الطلاب الأوائل ونسبة عالية، الحين يعني ناوي إنه يستقر ويبطل يعني يكمل تعليمه. أختي كانت علمي والحين بدها تحول أدبي وكمان بدهاش تكمل. وأخوي دائما يعني أخوي الصغير دائما بتخيل خيال يعني مخيف مرعب، يعني عمل لنا جو مرعب ويعني نفسياتنا يعني اتدمرت، ويعني الكل بفكر إنه مستقبله ضاع. يعني بالليل نلاقيه قاعد، إحنا حاطين صورة كبيرة عندنا في الدار، بنلاقيه قاعد عند الصورة بنلاقيه بصيح، نسأله ليش؟ بقول إحنا زهقنا من الصورة، نضلنا نتطلع فيها، إحنا بدنا إياه يطلع من الصورة مكفي. الكل بفكر إنه مستقبله ضاع من بعد ما. علاقتي فيه إنه أبوي هو اللي بيحن علي، يعني كل إشي بنطلبه هو اللي بحقق لنا إياه، يعني علاقة إيجابية بين أب وابنه، يعني مش علاقة وبس، يعني إشي الواحد بيقدرش يصفه وفجأة يروح، هذا إشي بنتخيلوش خالص. بعدين راح انا بنامش بظن احلم باخويا وباخويا واصحابي اللي اكتشف. انا شعوري غريب، كل يوم بقول يامي بدي اموت وبدي استشهد، بقدر محالي على البرندة مسكت اختي. أبويا بيشغل البحر واقف البحر وقف فن البحر 600 600 فيش سنة. احنا عايشين ولا عيشة زي القرى، برا وبحرا كله مسكر. أنا على طفل زي الأطفال، أقول إحنا وش عيشة؟ ولا حق مش لاقيين ناكل، شاي وقهوة أطلع من المدرسة عشان أشتغل، أصرف على الدار، شغلي ولا أخلي لأصحابي ولا أخلي لحدا، أقول زي ما تعرف بطلنا بقلب الدار ولا بلعب ولا بعمل شيء، أنا نفسي أطلع مقاوم، أجيب حق ولا بعمل. نفسي لما أكبر أكون صياد زي أبويا، أنا نفسي أكون زي أطفال العالم ولا أحس بخوف. ولا تقف بنياتنا البوارج.
احنا موجودين بالملبس لنا 35 يوم. احنا منفطرش يعني ولا غير، بس عندنا الغدا بس. اكل فش زي الخليج. وبعدين احنا بننام يعني بننام شوف كلهم فوق بعض. احنا فيش عنا تلفزيون ولا عنا هواية ولا عنا يعني رأي شو اسمه مرتاح اشي خاص يعني إلنا نحكي يعني فيش يعني حرية يعني نعمل. احنا هنا شباب يعني مدربين المدرسة. ما أكبر أصير دكتور، أنا تعذبت وأخذت إبر، أنا سافرت على إسرائيل، أنا معي مرض من العاطل، أنا معي مرض السرطان، عشان أنا نفسي أحكم الناس اللي حكموني زيي، أنا نفسي أحكم الصغار اللي عيني، أنا بقدرش أروح أتعالج لما وقفوا إطلاق النار. أنا بنامش هلس، أنا بنامش طول اليوم أنا بفكر في القصف، بفكر إيش بصير. فكر في الناس اللي برا وفي قرايبنا وفي اخوات يعني مش يعني مش مطمنه قاعده مش مطمنه يعني. اجا هنا اتلاجا ابوي انولد هين واحنا انولدنا هين، يمكن نتلاجا ونطلع ونصير زي الشفا وهدولا. انا طرقت المدرسه قبل سنتين عشان اساعد اهلي. ابوي بطل يتحمل يشتغل، ما بقدرش يشتغل، صرت انا اشتغل بداله واجيب له مصاري. كمان واحد يا محمد شال. وأمي عيانة معها مرض في الكبد وسكري وتضخم وهذا، وخواتي إلي أخو أخت بالمعاقين يعني وهذا، وأنا فيش إلا أنا اللي بشتغل يعني وبجيب مصالة. غصب امك صح حضرتك من كتر ما انت تعبان تتعب كثير شغال الرقوم الصبح كنت وانت بعد المغرب تمغيبش خلص تروح من شغلك تريح تغسل وتقعد تغسل وتريح يا سيدي تروحش مطرح شوف لك شغلانه لسه احسن لك من هذا شوف لك هيك اي شغلانه تتعلم لك صنعه هذا الشغل اثر علي معيش اشتري كفات يعني للزباله وللهذا وواعي
مرة رحت طريق جباليا، مرة علق فيه الحبل تاع الحصان وانشنقت، ومرة نط عند الزلمة وانقذني ووصلت الموت، وخشيت العناية 4 أيام. أنا أشوف الصياد برضو حلوة ومنيحة، بس برضو خوف كل ما يعني نعدي الطرادات والدبورة والهذا يقصفون يصير يطخطخوا علينا، وهذا في منهم ماتوا كتير وبحبسونا اللانشات والحسكات بضلهم وبخطفونا وبحبسونا عندهم، بس البحر منيح وحلو للشغل. أنا نفسي أكون صياد، أنا انولدت بالبحر والبحر بحبه والبحر بحبني، وأصير صياد وأصيد وأكون منيح في البحر. وأصير لما أكبر وأصير إلي مركب وأقعد أتصيد مع قرايبي، أصير يونسوني أصير أروح مع قرايبي وأتصايد.
يصلي الحرس 3 أشهر. ما حدش يساعدنا. ياخذ أسامينا رقم الجوالات ويقولوا لنا أساعدكم أساعدكم. بروحوا بصير الشهر ما ساعدناش. الفصل كلها حماس وفتح ورمادنا كل الفصائل. قولوا لنا أساعدكم ولا ما ساعدناش. احنا بجيب لنا مكاتيب زي مهرجانات بنروح نذكر لنا الحادث بعد بدنا دوله صورة حادث عسكرية. هنا كان انا مش غريبة. هنا كان انا مع عايد اسماعيل. هون كان انا ومنبسط. هذا كنا نلعب خريطة وكورة شريدة. انا ولد عمي. كل يوم. ايش قال لي؟ قلت احنا الاربعة اللي لجينا من الصار بدنا يساعدونا البحر. احنا بدنا علاج نفسي. ياخذونا برا يساعدونا. ننسى اللي صار معنا. الغزة بدنا نتذكر كل شيء صار معنا. أصعب كثير. بشوف الأولاد بصير صوت وسنش. شاف خيال أخوه لو أخوه. على طول بسنش. بصير أعيط. أنا الدكاترة مش فاهمينه. أخذ كلها مش فاهمينه. طلعونا يا برا. ساعدوه. نسوا اللي صار معنا. أصعب حاجة أصعب منها كنا هوايته. كل يوم بشوف رزق الأولاد. ليه ما حرست هالقير؟ ولا عمامي ولا أولاد عمامي ولا أبوي اطرحوا يصيدوا. شحيت من نفسي تعبانة كثير. ليش بدنا نروح صيدوا؟ بهارد بتنا سمعين كان بقلبيها وخلعوا صاروا في الحال. مال المطرح. كنا شردنا ورا على الشاطئ. لحقونا كمان صرخين مال 3 وصابنا. اربطه عندك في الصار الحسن. بدي ارفع من فوق الماسوره. ايوه اربطه عندك هنا. انا ماشي انا اربطه انا جاي. يلا تعال خلص تعال. تعال ارفع الحبل هذه. هيك مخربشه و حطها راسك عند الياكل. هو نزل عن البطوش. نزل ايوه. بدنا نحاول نرجع على شو مراكب تبعتنا. شغلت ولا مش شغلت؟ نحاول نرجع نصيد.
شوي شوي. لا شوي. شوي شوي شوي. أيوة خلاص خلاص بس بس خلاص أيوة. شيل الباقي شيل الباقي هذا. طبعا بسان وبصراحة أنا استقبلتها يعني في بداية الحرب وكان عندها جرح. ولما تنام كمان خلال النوم بكون الجفن هذا مفتوح ممكن تتعرض اللي هو القرنية للهواء وممكن يصير فيها تقرحات. فالآن هي بتحتاج إلى عملية لإصلاح الجفن هذا بالإضافة إلى إزالة جزء من الندبة هذه ووضع شعر أو زراعة شعر خصوصا زراعة الحاجب مش موجودة عندنا. فبتحتاج إنه تطلع برا لمركز تجميل. تمام يلا جود باي. سلمي سلمي مني. يلا باي باي مع السلامة. مع السلامة يلا سي يو. رجعنا عدورنا لما انتهت الحرب لما اعلنوا الهدنة شو اسمه قالوا خلاص لما حكوها كان تاريخ شو اسمه 25/8. احنا لما رجعنا عبيتنا لما شو اسمه ما قالوا الهدنة ما بقناش مبسوطين لانه بقوا ناقصين يعني ان اخوي يعني لما قالوا ان اخوي بن خالي بقوا مستشهدين يعني بقينا مبسوطين انه رجعنا وبقناش مبسوطين يعني كثير. الوحدة الصعبة إنه بقى واحدة أخوها كبير شو اسمه بقى عايش معها وبقى كل ذكرياته معها وصعب يعني إنه يروح منها وما البنت بتحلمش فيه وما تتذكرش يعني هذا صعب. يمشي يستوعب بس. رحت اتعالج راح علي دواء من الحرب وما قدرتش اروح لانه من كل جهه بقى يخبط اليهود وما حدش قادر يطلع. انا رحت اتعالج شو اسمه جسميا بس لحال نفسيا الكل معه حاله نفسيه من الحرب اللي صار في غزه. يعني اطار الحرب عمل مع الناس انهبر الناس من صرنا نسمع صوت الباب صرنا نلتمس. طلعوا بلعمكم وارسموا ايش بيخطر على بالك ارسم لحالكم ايش حابه ارسم اي ايش بيخطر برا لجنه المدرسه
في ساعة ترفيهية عشان تخلص من أطار الحرب النفسي. إحنا مبسوطين بالساعة الترفيهية هذه، بنلعب بنضحك بننسى فترة الحرب من مرة، وننسى خالص الذكريات الجديدة أجتنا. أنا بتمنى إنه ما يصيرش حرب بعد هيك، بس أنا حاسس إنه حيصير حرب بعد هيك، لأنه كل سنة سنتين هي لازم نمول هذا عدو الحرب. ثلاث شهور من يوم ما قصف بيتنا لسه الحال ما صار شيء. مش قادرين نعمر بيتنا ولا معانا فلوس، واليهود مستعدين يخلونا نمرق مواد بنا. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا انتهاء اللحظة يكون في متفجرات أو الضرطة جاء علينا. تقول ليش دريري هم أوضة خلنا ننام فيها احنا واخوات، وهم صالون وهناك مطبخ. انا احنا واخوات على الصبح كنا نلعب كل يوم الصبح، انا وعبدين ورجاحة وكلهم وكل يوم بنلعب. احنا كده رجعنا على المدارس في البيت، مش عندنا مية ولا كهرباء، مش عارفين كيف بدنا ندرس. يمكن نطلع الماكينة هذه منيحة يا كبيرة. هذا الماكينة احنا مش عارفين ايش نعمل، ايش تاجي علينا واحنا لسه بالشوارع. احنا ابويا جيت بدور عليا شغل عشان يشتغل ويقدر يصرف علينا. احنا قلنا جيت راح الثلاث دور والمصنع كان يطلع بثلاث ايام. العجل يخبط بالورق. ظلنا خايفين لحظة يجي كمان حرب ويقصفوها. انبسطت يوميت لما جالوا خلص الحرب، كنت نايم لما سمعت صوت الطخ والهاد وهم بتخطخوا، فرحت قمت صرت ألعب معهم وأروح معهم وصرت أوزع معهم حلوة. يعني بعد الحرب يكون مفتوح المعابر، يكون في شغل، يكون يعني هيك الناس متحسنين، كل الدنيا متحسنة، طلعت فيش طلعت أعطل من الأول.
معك. لقيت صرت اشغل في المينا مع زلمه في البكس والاجرار، وصرت احمل يعني سمك ومحم وعوا الدنيا. ها مسلك حالي معه بالاسبوع 30 شيكل. لقيت ننزل على المينا على 5:30 نقعد على الرق، بس يجي الدلال ندلل نقف وراه. لقيت لما يخلص الدلال بدل بروح على التاني. عاد الاول ناخذ منه بنلم بوكس نقعد نلم بديله مع بعض بنلم نكتب اسمه انه هيك هيك سجل بوكس. بشتغل بس لو هذا تعب برضه عشان اسلك اهلي وما نموتش من الجوع. بشتغل تعب مش تعب، بضلنا اشتغل في الشغل هذا وبسلك حالي. بحب البحر، أنا انولدت في البحر، نفسي أضل طول عمري في البحر أسبح وأعيش في البحر وأنسى كل المشاكل اللي حوالي وأعيش وأضل طول عمري في البحر.